سونجات هذا الالكتروني. انا مع البوسي بالاخر يعني، بس هي التسليمي اول شيء، انه حبيب قلبك صاحبك يعني، ما خلينا نشوفها، بتشوفها بنحب نشوفها من ورا المسرح، بس على المسرح بلاهم الحركات البلا طعم يعني، مسلم عليه وعزيه او هنيه، ما مش حلوين، انا ما بحبهم، غير مستحبين. فهيدي بالنسبه لي خدها قاعده بحياتك يعني، فيك بعد ما تخلص تبوسه او يبوسك او تحبوا بعضكم ما بدك اياه، بس انه اول شيء ما مش كثير مستحبه، والخشبوشيه بينك وبين الفنان ما كثير بحب على المسرح. هلا غنيت كثير حلو، ما بكذب عليه، غنيت حلو. بحس على طول بدك تتحدى اللي عم يغني معك، يعني الضيف الجاي معك مش متوقع منك قد تتحدى، يعني عم تفرجينا انه انا بغني احسن منك. في قصص بتضايق الفنان بدون ما ينتبه. في اشخاص بيتضايقوا منها، حتى الفنانين عم بيغنوا او الضيف معك بيتضايق منها بس ما يبين لك. انت بهالمغنى بهالغنيه عم جرب تفرجي لها فارس انه انا بغني احسن منك. هي مش قصه مين بيغني احسن، مين لابق اكثر على الغنيه، انت مش لابق كثير. انا شخصيا ما شفتك لابق على الغنيه، عم تتفلسف زياده على الغنيه، ما بدها تفلسف يعني، عم بيغنيها فارس، هيدا هو المفروض تغني هالقد حجمه، فيك تغني باطاره حده، بس هالعرب وهيك وانه انا بغني احسن. غنيت حلو بلا 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 بغني، ما بدها هالقد يعني، هي غنية ما بدها هذا النوع المغنى، الايقاع ما بدها يعني، بدك تمرجل بغنية سلو غنيتها بعدين، واللي ما غنيتها حلو، بس لفرجيك يعني. ايه هون قوتك يعني، غنية لوائل كفوري مفروض تغنيها بقوة لأنه فيها إحساس، وغنية أصلا هي رومانتيك وطربية شوي، ما أعطيتها قيمة، إحنا نوصلها هلا. بس هيدي مثلا تفلسفت فيها زيادة عن اللزوم، بينت إنك عم تتفلسف على فارس وعلى الغنية، أنا ما حبيت، بس غنيت حلو، أنا ما حبيت. بس هي مش حلوه خبريت انه بتمرجل عليه او شيء يغني احسن منه، عرفت؟ لا لا هي مش حلوه، مش شيء مش حلو، انت يعني مبين واصل لنا بالطريقه. بعدين بدي لك شغله، ناقصك ضربه كاريزما مروان، عندك صوت بس ناقصك كاريزما، بطلع فيك انا بقول يا خيي ناقصه شيء هذا الزلمه، عنده بيغني حلو بس ناقصه كاريزما، كاريزما مش موجوده. انا بالنسبه لي ما عم بلاقيها معك على المسرح، مراقبك كل الوقت، بتغني كثير حلو مروان، عندك اغاني اسم الله عليك، قول اسم الله عليه فظيع، عندك لون لبسك لبس، بس بتطلع إذا شي نهار شوي الغنية ما كانت لبقت لك كذا، بطلع ما في شي بيعجبني، بطلع فيك بقول أوكي بيغني، عم بيغني حلو بس يا أخي في شي ناقص، عم بطلع وبراقبك لشوف شو ناقصك، ناقصك كاريزما. هذه للأسف بقول لك إياها، هذه رأيي الشخصي. نفس الأسف بالعكس يا أخي، هذه من عند ربنا، أنا ما فيني أقول لك عنه. هذه كمان there's a way، في طريقة تحبب العالم فيك، في حركات لازم بتدرسها بجسمك، تعرف حالك سقيم، مثل قصة تمك كنت عملها قبل، خففتها هلا، في قصص بدك تشتغل على حالك فيهم على الكاميرا.
على المرية سوري مش على الكاميرا وقت تشتغل حالك عليهم فيهم تحط ناس ايه هدول قصص بعدين خلينا العالم تخلي العالم تحبك اكثر.